بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الحكم لغة المنع، وفي الاصطلاح فصل الخصومات. فصل الخصومات، وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه. قوله قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت سن بلد، ورجل من كندة بلد آخر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، أي يحلف البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المؤلف: فإن أحضرها، أي أحضر البينة، سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. القاضي لا يحكم بعلمه بل بالبينة، هذا المذهب بلا ريب، ولا فرق بين ما سمعه أو رآه قبل ولايته أو بعدها، إلا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فيجوز، وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. نعم، يجوز للقاضي أن يحكم بما رآه أو سمعه في مجلس حكمه، والدليل على أن القاضي لا يحكم بعلمه الحديث الآتي. دليل ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن، أي أفصح بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. متفق عليه. فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. ولقصة الأعراب الذين أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الغرم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. ثم قال: إني خاطب ومخبر الناس؟ قالوا: نعم. ثم لما خطب قال في معرض خطبته: أرضيتم؟ قالوا: لا. فعلها مرتين أو ثلاثة، وفي كل مرة يزيدهم عليه السلام من المال حتى قالوا: رضينا.
فلم يحكم عليه السلام بعلمه. وبهذا قال شريح ومالك والشعبي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه: خذي فتفتيا لا حكم. وعن أحمد رحمه الله أنه يجوز، وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله لقصة هند لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، قال: خذي من مال أبي سفيان بالمعروف، يعني لا بالإسراف والتبذير، بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فقال بعض العلماء: هذه فتوى وليس حكم. ومنهم قال أن هذا قضاء. قال المؤلف: وإن قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل أي امتنع قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، أي بالبينة، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. قال: وإن نكل قضى عليه. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، واختاره ابن القيم رحمه الله. دليل ذلك ما روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكر عبد الله، فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: احلف إنك ما علمت به عيبا، فأبى أن يحلف، فرد عليه العبد. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا يحكم بالنكول، ولكن يرد اليمين على المدعي، أن إذا المدعى عليه أبى أن يحلف فيرد اليمين إلى المدعي. وقال: قد صوبه أحمد رحمه الله، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ. وقال في الفروع اسم كتاب: يجوز ردها، واختارها الموفق رحمه الله في العمدة، وصاحب الهداية رحمه الله، وزاد بإذن الناكل، أي بإذن الذي امتنع عن الحلف. والمراد بالناكل هو المدعى عليه. واختاره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب، واستدل عليه بقصة عثمان رضي الله عنه مع المقداد رضي الله عنه حين اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه يدعي بأن المقداد عنده له 7000 درهم، والمقداد لم يعترف إلا 4000. فقال المقداد لعمر: يحلف عثمان بأنها 7 ويأخذها. فقال عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: قد أنصفك الحلف، وخذها، احلف وخذها. وقال في الإنصاف: والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد،
وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقضي بالنكول بل ترد اليمين على المدعي. قوله ولم تكن اليمين مزيلة للحق إذا قال المدعي ليس لي بينة وحلف المنكر ثم جاء المدعي بالبينة، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها يحكم بالبينة. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. وفاقاً للثلاثة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لقول عمر رضي الله عنه البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة، وظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى. تنبيه: مذهب الثلاثة رحمهم الله أن البينة مقبولة ولو قال لا بينة لي ثم أقامها، لأنه يجوز أن ينسى، وهو وجه في مذهبنا اختاره ابن عقيل وغيره رحمهم الله. وقال في الفروع وهو متجه حلفه أولى. قلت: وهذا القول إن شاء الله أقرب إلى الصواب، لأن أكثر من يمارس الخصومة لا يعرف الألفاظ وما يترتب عليها من أحكام. أما المقدم في مذهبنا إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أقام بينة لا تقبل لأنه مكذب لها، إلا إذا قال في الوقت الحاضر لا بينة لي، يعني في الوقت الحاضر ونحو ذلك. فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعي به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه. قوله: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة، فعليه يشترط لصحة الدعوى خمسة شروط. الأول: تحريرها، ومعنى التحرير تبيين وتوضيح ما يدعيه المدعي على المدعى عليه لترتب الحكم عليها. الثاني: كون الدعوى معلومة ليتمكن الحاكم من الإلزام به، إلا فيما نصححه مجهولاً كوصية وإقرار. الثالث: كون الدعوى مصرحاً بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول فأنا مطالب به. الرابع: أن تكون بدين حال، يعني في الوقت الحاضر، فلا تصح بدين مؤجل لإثبات. الخامس: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. إذا ادعى أن هذا قتل أو سرق منذ 20 سنة وهذا المتهم عمره لم يبلغ 20، فتكون الدعوى باطلة. قال: وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله، وعنه
أنها تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة. اختارها الخراقي وأبو بكر وصاحب الروضة رحمهم الله. فعلى هذه الرواية تكفي العدالة ظاهرا. دليل المذهب قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. لا بد أن يكون الشاهد عدل محافظ على الفرائض ومستقيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، أي بينهما عداوة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن دقيق العيد. وقوى في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمهم الله إسناده. ومن جهلت عدالته سأل عنه من يعرفه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود، يعني الخصم طعن في الشهود، كلف البينة به، طلب منه البينة فيما اتهم به الشهود، وأنظر له ثلاثا، أعطاه مهلة ثلاثة أيام إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيه عدلان يشهدان بعدالته. قال: فائدة: إن ارتاب القاضي في حال الشهود فرقهم، يعني سأل كل واحد على حدة، وسأل كل واحد منهما أو منهم عن كيفية ما شهد به، فعله علي رضوان الله عليه، يفرق الشهود ويشهد ويطلب شهادة كل واحد وحده حتى يتبين، إذا اتفقوا تبين أنهم شهدوا، وإن اختلفوا دل على أن الشهادة فيها نظر. إن ارتاب القاضي في حال الشهود فرقهم، وسأل كل واحد منهما أو منهم عن كيفية ما شهد به، فعله علي رضوان الله عليه. وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن أول من فرق الشهود دانيال نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وروى الحسن بن سفيان وابن عساكر رحمهم الله أن أول من فرق الشهود داود عليه السلام. وقال ابن القيم رحمه الله: هو واجب مع الريبة، يعني إذا تشكك القاضي فرق بين الشهود وسأل كل واحد على حدة. قال في الإقناع: ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، النساء لا يجرحن ولا يعدلن، وإن عدله اثنان وجرحه واحد قدم التعديل، وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، لا يقبل في هذه الأمور إلا عدلين. معنى ذلك: إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان أو أعجمي وعربي فلا بد من مترجم عنهما. قوله: والتعريف، أي عند الحاكم،
قوله والرسالة، أي من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود. ومثله إذا أرسل القاضي من يحلف مريضاً أو مخدرة، يعني امرأة متحجبة. قوله ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. وعنه أنه يقبل قول واحد وهو اختيار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله، ويجوز الحكم على الغائب بثلاثة شروط: ثبوت الحق، وأن يكون في حقوق الآدميين، وأن يكون بعيداً مسافة قصر فأكثر. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله لقصة هند رضي الله عنها. وعنه لا، أي لا يحكم على الغائب. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. رواه الترمذي وحسنه رحمه الله. تنبيه: الحكم على الغائب في حقوق الآدميين لا في حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة، لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاً ويكتب إليه الكتاب والدعوة ويجاب عن الدعوة بالكتاب والرسول، فهذا الذي ينبغي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من مكاتبة اليهود لما ادعى الأنصار عليهم قتل صاحبه، والمقتول هو عبد الله بن سهل قتله يهود خيبر، والمدعي هو عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه. وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب من مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، يعني حتى يحضر المدعي. قال خاتمة: شريعتنا الإسلامية هي رمز العدالة والإنصاف، شريعتنا فيها حل لجميع مشاكل الحياة بأحسن نظام وأعدل أحكام. شريعتنا تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، فيجب تطبيق أحكامها والعمل بنظامها. وقال البخاري رحمه الله: باب القضاء على الغائب. ثم استدل بحديث هند رضي الله عنها. باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. فإذا يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي خمسة شروط: أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان، أن يشهد به شاهدان عدلان. الثاني أن يكتب القاضي من موضع ولايته، يعني من المكان الذي هو قاضي فيه. الثالث أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، أن يكون القاضي الآخر في موضع عمله. الرابع أن يكون في حقوق الآدميين لا في حقوق الله، وهي الحدود والعبادات، حقوق الله الحدود والعبادات. الخامس أن يكون بينهما مسافة القصر، بين القاضي والآخر بينهما مسافة القصر 85 كيلو فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه. والأصل في الكتاب المكاتبة الإجماع، وسنده قوله تعالى:
إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان عليه السلام أرسل كتاب إلى بلقيس ملكة سبأ، وكتب فيه وهي قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان عليه السلام، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فدعاها إلى الإسلام وأسلمت، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس المجوسي، وقيصر ملك الروم النصراني، والنجاشي أصحمة الذي أسلم، وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سن كسرت والحاجة داعية إلى قبوله، فإن من له حق في بلده لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي، وذلك يقتضي وجوب قبوله. ومسافة القصر هي 80 كيلومترا تقريبا. قوله: لا في حدود الله، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمقاصات وطلب الاستيفاء. قوله: إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، وفاقاً للأئمة الثلاثة، ومسافة القصر 80 كيلو تقريباً، ولا يُقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. القاضي يشهد شاهدين على ما كتب، فيقرأه عليهما، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان، ثم يدفعه إليهما. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ونقل البخاري رحمه الله في صحيحه عن 8 من علماء السلف رحمهم الله يجيزون كتب القاضي بغير محضر من الشهود. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونه عليه. هذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن. باب القسمة: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. قال: دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله. ولعموم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولكن إذا طلب الشريك البيع أو طلب التأجير أجبر شريكه على ذلك، فإن أبى باعه الحاكم. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قوله: أجبر الآخر عليها، إذا طلع. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية يعني كبيرة، والبستان الكبير، والدار الكبيرة أو الأرض، والدكاكين الواسعة، والمكيل الشيء الذي يكال والموزون من جنس واحد كالأدهان السمن والزيت والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله:
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، كبناء أو امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. فائدة: القسمة نوعان، قسمة تراض قيمة المقسوم إجبار، والضرر المانع مع قسمة الإجبار نقص قيمة المقوم نقص قيمة المقسوم بها. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وظاهر قول الخراقي رحمه الله أنه عدم النفع به مقسوما. وهذه القسمة إفراز لا بيع. وحكى عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها بيع. وقول المصنف إفراز أي إفراز حق كل شريك عن شريك. وقال مالك رحمه الله: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفرازاً، وإن اختلفت كانت بيعاً. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم يقسم بينهم، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون أو يسأل الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. وعند أصحاب أبي حنيفة أنها تكون بمعنى البيع فيما يتفاوت كالثياب والعقار، والذي هي فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيل والموزون والمعدود. وينبني على هذا الخلاف فوائد عددها 16 فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، منها أنه جواز قسمة الوقف بلا رد عوض على المذهب، وعلى الثاني لا يجوز، ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً، يعني الخارص الذي ينظر إلى الثمرة ويقدر كميتها، وقسمة ما يكال وزناً وعكسه وتفريقهما قبل القبض على المذهب، وعلى الثاني لا يجوز. ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً وقسمة ما يكال وزناً وعكسه وتفريقهما قبل القبض على الذهب، وعلى الثاني لا يجوز، أي على القول بأن قسمة بأن قسمت قسمة الإجبار بيع. ومنها إذا حلف لا يبيع فقاسم لم يحنث، وإن قلنا هي بيع حنث. ومنها ثبوت الخيار والشفعة، إن قلنا إفراز لم يثبت ذلك، وإن قلنا بيع ثبت الخيار والشفعة في قسمة الإجبار. وهذه الفوائد نفيسة، فراجعها إن شئت صفحة 412. قوله: وأجرته، أي أجرة القاسم على قدر الأملاك. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: على قدر رؤوس المقتسمين. وقال في المغني: وعلى الإمام أن يرزق القاسم، أن يعطي القاسم من بيت المال، لأن هذا من المصالح. وقد روي أن عليًا رضوان الله عليه اتخذ قاسمًا وجعل له رزقًا من بيت المال.
قوله فإذا اقتسموا، دليل ذلك قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقسم خيبر على 18 سهما. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، أن يكون بالغًا عاقلًا ورشيدًا. وإذا تداعيا عينًا أي شيئًا بيد إحداهما بيد أحدهما فهي له مع يمينه. قوله أو اقترعوا القرعة، ثبتت القرعة في القرآن في موضعين، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، والمراد بذلك يونس عليه السلام عندما خرج من قومه بدون إذن الله فركب سفينة وثقلت السفينة فأرادوا أن يخففوا فعملوا قرعة فوقعت على يونس عليه السلام فطرح في البحر، فالله سبحانه هيأ له حوتًا ابتلعه، ثم دعا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله تعالى أمر الحوت أن يقذفه على الساحل. وقال عز من قائل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يربيها ويقوم بحاجتها. وبالقرعة استحق زكريا عليه السلام كفالة مريم عليه السلام. وفي 5 أحاديث من السنة الغراء وهي معروفة أي ثبتت القرعة. والقسامة بفتح القاف هي الأيمان في دعوى قتيل، والقسامة بضم القاف أجرة القاسم، والقسمة بالكسر هي قسمة الأملاك والأموال، والقسم بين الزوجات بفتح القاف بعدها سين ساكنة، والقسم بكسر القاف النصيب. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، يعني بالغ عاقل رشيد. وإذا تداعيا عينًا أي شيئًا معينًا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. الدعوى لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. فائدة: إذا تداعيا عينًا فلا تخلو من 7 أحوال، أحدها أن تكون في يد أحدهما دابة أو شيء في يد أحدهما فهي له مع يمينه، أنها له حق للآخر فيها فهي له مع يمينه، أنها له حق للآخر فيها إذا لم يمكن بينة، فإن كان له بينة فلا يحلف معها، لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، رواه مسلم
وأبو داود والنسائي رحمهم الله. الثاني أن تكون العين في يديهما بعير أو سيارة فيتحالفان وتقسم بينهما، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله. الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما، فإن ادعاها لنفسه حلف واحد يمينا، وإن نكل أخذها منه واقترع عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدار أي في دابة ليس لواحد منها ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أن يقترعا أيهما يحلف، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. الرابع أن لا تكون العين بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل بمقتضاه ولا بين لأحدهما فيتحالفا ويتناصفانها. الخامس أن يكون لكل واحد منهما بينة وليست العين في يد واحد منهما فهي بينهما على السواء، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه عليه السلام بينهما نصفين، رواه أبو داود رحمه الله. السادس إذا تنازعا دابة أو ما في معناها كسيارة أحدهما راكبها أو له حمل عليها والآخر آخذ بزمامها أو سائقها فهي للأول بيمينه لأن تصرفه أقوى، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينة الداخل. الخارج هو المدعي والداخل هو الذي بيده العين، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهذا هو الحال السابع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، متفق عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعند البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل عليه السلام البينة في جانب المدعي، فحينئذ تكون هي المعتبرة، وعنه أنها تقدم بينة الداخل يعني الذي بيده العين. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأكثر العلماء رحمهم الله، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه عندي، وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده، رواه الدارقطني رحمه الله. وهذا أخص من دليلنا لولا ما فيه من الضعف، إن في سنده ضعف، فقد قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله فإن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات، ومحمد لا يعرف وإسحاق مختلف فيه يعني في سنده ضعف. وعن أحمد رحمه الله رواية ثالثة إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت نتجت في ملكه أو نسجها
أو كانت أقدم تاريخاً قدمت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوثاً فيحكم له بيمينه. وحيث أن شريعتنا الإسلامية أهدافها سامية ومقاصدها جليلة وأحكامها حكيمة، يجب على زعماء الأمة الإسلامية أن يكون نظامهم وقانونهم هو القرآن المجيد وما جاء به من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على حكام المسلمين وقضاتهم أن لا يحكموا إلا بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاد السائغ، فهل من سامع وهل من مجيب؟ أما الحكم بالقوانين التي هي من عمل المخلوق للمخلوق فذلك كفر وفساد وظلم للعباد. وقد جاء في القرآن أكثر من 150 آية كلها صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله. كتاب الشهادات: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها. قال شريح القاضي رحمه الله: القضاء جمر فنحه عنك بعودين. شريح القاضي رحمه الله قال: القضاء جمر، يعني خطر مثل النار. القضاء جمر فنحه عنك بعودين، يعني شاهدين، يعني لا تقضي إلا بالبين. وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء، يعني يحكم بالبينة. قوله تحمل الشهادات لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع من تحمل الشهادة. قوله في غير حق الله، فيكون أداء الشهادة جائزاً وليس بمستحب، لقوله عليه السلام: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إلا إذا كان العاصي موسوماً بالشر، يعني معلوماً بالشر والفساد، فلا يستر عليه. والحديث رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأداؤها فرض عين، أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، هذا في غير حق الله تعالى. أما في حق الله كمن شهد بحد فأداؤها مباح كما تقدم، إلا إذا كان صاحب الجريمة يتجاهر بذلك أو معروفاً بالفساد فليس له حرمة، بل المصلحة تقتضي تأديبه بالشهادة عليه. وقال القاضي والموفق رحمهم الله: وجمع تركها أولى، لحديث: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. إلا إذا كان المشهود عليه معروفاً بالشر والفساد فلا يستر عليه ولا كرامة. وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر، بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. وكذا في التحمل لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، مع قوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا يحل كتمانها، أي لا يحل كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
وكثير من الناس واقع بهذا، فمن ضعف إيمانه إذا كانت الشهادة لصديق له أداها بلا توقف، وإذا كانت لغيره أو لإنسان بينه وبينه شيء ما امتنع من أدائها. فلا تكتم شهادة الله. وقد قال عليه السلام: قل الحق وإن كان مرا، رواه أحمد والطبراني وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة، ولا أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة. لا تشهد إلا بشيء تعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة، أن يكون مستفيضاً بين الناس معروف. ولا أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة. قال: السماع على ضربين، سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والطلاق والعتاق والعقود، فهذا لا بد من السماع يقينا. الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب، كالشهادة على النسب فلان ابن فلان، والموت والملك ونحو ذلك. ولا أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. قوله: ولا يشهد إلا بما يعلمه، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني تعب صلى الله عليه وسلم. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. فشهادة الزور ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، لأن القاضي إنما يحكم بالشهادة، فإذا كان شهادة الزور فظالم معتد والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني شيء واضح كالشمس اشهد أو اترك. أخرجه ابن عدي رحمه الله بإسناد ضعيف. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ولكن معنى الحديث صحيح. وروى الحديث أيضا الخلال رحمه الله في جامعه. قوله: برؤية أو سماع، السماع على ضربين، سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والطلاق والعتاق والعقود، فهذا لا بد من السماع يقينا. الثاني سماع من جهة الاستفاضة بما يتعذر علمه في الغالب، كالشهادة على النسب والموت والملك ونحو ذلك. قوله: كنسب، الضمير عائد إلى الاستفاضة، يعني أن يكون مستفيض أن فلان ابن فلان. فمثال الشهادة بالنسب: لو سمع رجلا يقول لصبي: هذا ابني، جاز أن يشهد به. أو سمع صبيا يقول: هذا أبي، وسكت الأب، جاز أيضا. قوله: وموت، مثاله لو شهد عدلان أن فلانا مات وخلف فلانا وفلانا لا نعلم له وارثا غيرهما، قبلت شهادتهما. وبه قال الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. قوله: وملك مطلق، بخلاف المقيد بالشراء أو الإرث أو الهبة، فلا تجوز الشهادة عليه
بالاستفاضة، فلا بد أن يقول الشاهد أشهد بأنه اشتراه أو ورثه أو وهب له ونحو ذلك من أنواع التملك. قوله ووقف يعني أنه يجوز له أن يشهد بالاستفاضة أنه وقف فلان، لا أن فلان وقف إلا برؤية أو سماع. وإذا شهد برضاع ذكر عدد الرضعات في الحولين ويصف السرقة جنسها ونوعها والمسروق منه ويصف شرب الخمر بما يثبت ذلك. قوله ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. مثاله لو شهد بقتل فلا بد أن يقول ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك. وإن قال الشاهد جرحه فمات لم يحكم به لجواز أن يكون مات بغير هذا. وكما لو شهد أن هذا العبد ابن أمته أو هذه الثمرة من ثمر شجرته لم يحكم بهما حتى يقول ولدته وأثمرته في ملكه. واختار ابن القيم في كتابه الإعلام قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض قبل تفرقهم إذا تجارحوا. قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. قوله فلا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الثلاثة وجمهور العلماء لقوله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الله تعالى قال من رجالكم، فالصبي لا يدخل في ذلك. وعن أحمد رحمه الله أنها تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه لا تقبل إلا في الجراح قبل التفرق عن الحالة التي تجارحوا عليها. والفرق بين المجنون والمعتوه، المجنون مختل العقل وفي الغالب يضرب ويشتم، والمعتوه مختل العقل ولكنه لا شر فيه. المجنون هو الذي اختل عقله ويؤذي الناس يضرب ويشتم، والمعتوه من اختل عقله ولكن لا يؤذي أحد، نسأل الله العافية. شروط من تقبل شهادته، شروط من تقبل شهادته ستة. البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحياناً في حال إفاقته، يعني قبل أن يصيبه الخلق.